الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your brother Abu Dhar and I welcome you again in another episode from the Ruqya services. The purpose of this video today is to share with you the power of the Quran al-Kareem and subhanallah, an amazing case that escalated very quickly from nothing to something very aggressive in my opinion. So there is this patient came to see me. I'm filming this video straight after the session in my center. A case from nothing has become really aggressive. The patient came to see me with symptoms of depression, anxiety, social anxiety, not like to meet people, feeling lazy with his life, feeling he's not doing much with his life, feeling like a suicidal thought, feeling like he does not like to look for the positive side of things, hating the way he look, hating the way everything sound to him. So everything was a little bit odd for him when he came to see me. To start with, when I started the Ruqya in him, I thought this is could be only mental health and nothing else, or depression, anxiety, nothing else. I never thought anything big from this case. However, I sat down in my desk and I started reciting the Quran for him in the form of Ruqya. I was thinking I'm going to diagnose him with mental health or depression, anxiety, and that's it. But however, watch when I come to Surah As-Saffat, what happened to my surprise. Subhanallah, you never know what will happen with the case you do a Ruqya for. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the truth and to keep us safe, and inshallah ta'ala to heal us from any problems that we have. Again, Al-Quran is the way forward. Al-Quran al-Kareem, the word of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll leave you with a footage. Very careful. We read and we'll ask you some questions later. So, Bismillah, I want you to relax yourself, pay attention, and listen to the Quran with full concentration. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة طيبة مباركة بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم أمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد إله واحد إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إن الذين كفروا وماتوا هم كفارا أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خاب كل جبار عنيد. من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغ ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بسم الله الواحد الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بسم الله الواحد القهار الذي لا إله إلا هو العلي المتعال. بسم الله يرقيك من كل داء فيك ومن كل شيء يؤذيك. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل طارق إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمن. إن الدين عند الله الإسلام 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 إن الدين عند الله 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 الإسلام 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 بإذن الله اخرج يا عدو الله اخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخرج منها
قال فخرج منها قال فخرج منها قال فخرج منها وإنك من الصاغرين قال فخرج 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 قال فخرج منها وإنك من الصاغرين قال فخرج منها وإنك من الصاغرين قال فخرج منها وإنك من الصاغرين من الصاغرين من الصاغرين What are you doing with this one? You're not supposed to be here. Allah subhanahu wa ta'ala never created you to be inside of humans. Allah did not create you to be inside of humans, ayyuhal jinn. Allah. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala will punish you the day of judgment if he doesn't stop this. Allah. Allah. Brothers and sisters, as you can see, I stopped the recitation with my bare voice, and then we let the machine loop and recite more on this case. You can see how the Quran works. Salah kalam. As soon as we establish Al Quran al Kareem from Surah Al Safat, the possession exposes itself. And then, subhanAllah, as you can see, the verses of Allah. How it makes the case. But I'm sharing with you this, not to say I'm the greatest or anything like this. A'udhu billah from showing off, a'udhu billah from riya. But I'm sharing with you this for you to understand the power of the Quran al-Kareem, and that no will, only the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no power, only the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And that as Muslims, al-Quran al-Kareem that we have, it is amazing. And as you can see now, this Khabith who's been with this patient for a long time, now Allah exposed him with the word Surah Al-Safat that speaks about the Shayateen. So now we're going to treat this patient. I'm going to have to spend more time with him. We repeat the verses like you see. Make dua for him. Make dua for us. Allah subhanahu wa ta'ala help every person in need.